هكذا استقبل أهالي قرية كوم الرمل في محافظة بني سويف العمال المصريين العائدين من ليبيا. 23 عاملاً تم اختطافهم وتعذيبهم وتصويرهم من قبل إحدى الميليشيات الإرهابية. الدولة المصرية من خلال اتصالاتها نجحت في استرجاع العمال خلال يومين فقط. بعض العائدين تحدثوا عن تفاصيل ما واجهوه خلال تلك الفترة العصيبة. قابلتنا حكومة الوفاق بوابة تبعها، عذبونا شوية وحبسونا وقالوا ان انتوا شغالين مع حفتر وشغالين مع الجيش وانتوا بتحاربوا، وقعدوا يضربوا فينا ومش مقتنعين ان احنا عمال شغالين. يعني جميع انواع التعذيب بصراحة يعني عملوا فرق بين المصري والليبي في الوقت دوت. اول ما عرفوا ان احنا مصريين خلاص ماتت من قلبهم الرحمة. سكان القرية يؤكدون ان هناك عددا كبيرا من العمال المصريين المختفين في ليبيا مطالبين الدولة المصرية بتسهيل عودتهم. أغلب العائدين أكدوا أنهم لن يخوضوا تجربة السفر إلى ليبيا في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية. لا خلاص معاش خلاص يا باشا، لا مش هرجع خلاص كده، وفي الآخر ممكن يمسكوهم يقبض عليهم ياخدوا منهم فدية البلطجية الميليشيات. ولا تزال آمال السفر حلما يراود قطاعات كبيرة من الشباب المصري، أحلام قد تتحول إلى كوابيس إذا كانت الهجرة إلى مناطق تشهد صراعات كبيرة. أحمد عثمان، الحدث، قرية كوم الرمل، محافظة بني سويف.